يعطيكم العافية. اليوم توفر عندنا ليت ميدالية مميز وهو موديل الاس 12 بلس، بنعطيكم فكرة عامة عنه وتشوفون مواصفاته. في البداية هو متوفر بثلاث ألوان، عندنا الشفاف، أيضا عندنا هذا البودي راح يكون فيه أكثر من لون بالإضافة إلى اللون الأسود. الأغراض اللي تكون مع هذا الليت في البداية الشاحن، عندنا هذه الدائرة تقدرون تحطونها بالليت وتستخدمونها مع الميدالية، بالإضافة إلى هذا الكليب تقدرون تركبونه على الليت أو تشيلونه على حسب احتياجكم. الليت راح يكون شحن تايب سي، في قواعد مغناطيس أساس تثبتونه على أي قطعة حديد على سبيل المثال أو بد السيارة، بالإضافة أن مع هذا الحجم راح يكون بقوة 600 لومنز. إذا تمينا ضغطين راح يعطينا التيربو بقوة 600 لومنز، وإذا ضغطنا مرتين راح يعطينا أول مستوى، الثاني والثالث وأيضا الرابع، فعندنا أربع مستويات أو مستوى التيربو على طول على حسب استخدامكم. بالنسبة للإضاءات الجانبية نضغط ثلاث مرات راح يعطينا أول شيء الإضاءة العادية، نضغط مرة راح يعطينا التتريك، بعد مرة راح يعطينا إضاءة اليو في اللي هي تبين العقارب أو العملات المزورة الأحجار، أيضا في عندنا اللون الأحمر، اللون الأحمر تتريك أو الأحمر والأزرق تتريك. بخصوص هذا الليت في أيضا خاصية الجلو ان ذا دارك بالبودي، فمجرد ما أنه يتشبع بإضاءة اليو في راح يتحول إلى هذا اللون. طبعا هذه الخاصية تشتغل على هاللونين، فمجرد ما نشغل اليو في راح يشب عندنا البودي بهذا اللون المميز بخاصية الجلو ان ذا دارك. طبعا هذه الخاصية مو متوفرة باللون الأسود، وهذا بسبب لون البودي ما قدروا يخلطونه مع مادة الجلو ان ذا دارك، فما راح تكون شغالة باللون الأسود. الليت بشكل عام حجمه ممتاز بقوة 600 لومنز، في عدة مستويات، إضاءات جانبية مع إضاءة يو في، قاعدة مغناطيس وشحن تايب سي. الليت متوفر حاليا بالفرعين سواء الشويخ أو أسواق القرين، بالإضافة إلى الأونلاين، بحط لكم لينك للي حاب يطلب أو تزورون الفرع وتحصلونه موجود. حياكم الله.